انا لالا فوزيا بنت زين. يخليك الغزال. مرحبا بك معنا في الحوار، مرحبا بنا عندك في المنزل اللي استضفتينا فيه اليوم. اول سؤال عندي، فوزيا بنت زين، واش اللقب ديالك بنت زين او الكونيا او شنو بغيتي تقولي لي على الاسم ككل؟ زين لقب. شنو الكنية ديالك؟ قائم. القائم وفعلا. فوزية قائمة. لالا فوزية قائمة بذاتها. قائمة فنيا وكذلك إبداعيا. شحال كان السن ديالك من بديتي الفن السوسي؟ قربينا بعدا. الفن السوسي على حد العلم ديالي هو واحد مجموعة كلمات رائعة، هي مختصة بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هي رسائل ما بين العشاق، هي كذلك الكلام الطيب، هي الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن عن طريق واحد الكلام اللي هو مرصع وكلام منمق وكلام جميل. حنا فاس معروفين بالسمق والتاويل، وعندنا السمق والتاويل حتى في الهضره والكلام. شنو بغيتي تقولي لها السوسي اليوم؟ عاد قولي لي فوقاش كانت البدايه ديالك. السوسي له واحد المعنى، ايه نعرفوا واحد الكلمه اللي كيبغي يوصل شي، اللي كيبغي يوصل شي كلمه كما بغات، كما بغى يقصدها، هادفه كيوصلها بديك الكلمه ديال السوسي. ديال السوسي. السوسي هو مختلف على باقي الفنون اللي كنعرفوا. كيفاش الكلام ديال السوسي؟ حاولي تقربي منه شويه. السوسي ما نقول لك، السوسي بحال كلام مسوس، يعني كلام مسوس، اه كتوصلي لذاك الانسان وانت كتغني. كيدخل في الهضره. واخا قبل غنرجعو عاود وقولي لي البدايه الفنيه ديالك فوقاش كانت لالا فوزيا؟ شوفي انا ملي كانت في عمري 8 سنين 9 سنين عشر كنعيش في هاد السوسي. يا اذا هذا اللي بغيت نفهم انك من عائله فنيه. فوزيا بنت الزين هي تختلف كثيرا وكثيرا عن باقي المعلمات وعن باقي الفرق الاخرى. نحن لا نبخس الفرق الاخرى ولا نتكنب عنها بكلام غير لائق، ولكن فوزية بنت الزين تختلف عن جميع المعلمات بمعنى الكلمه، في طربها، في معاملتها مع الناس، في كلامها خلال العمل داخل الحفل او داخل السهره او داخل احياء زفاف او اي مناسبه، كيف ما كان النوع ديالها. فوزيا بنت الزين تختلف عنهما جميعا. موجودين تبارك الله كما كنقولوا الخير ديال المعلمات ديال الفرق الجيلانيات كاينين عطاه الله، وكلهم تبارك الله الخدمه ديالهم زوينه، ولكن فوزيا بنت الزين احتلت خلال هذه السنوات التاليه المرتبه الاولى باسم ولقب المعلمه ديال فاس. انا كنت كنتفرج بداك محمد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، كنتفرج كنشوف فين مشى، فين جهاد، فين سبل. المهم الله غديه ديال العيد النبوي عندي الخدمه، جاو المشاهدين قلت الله يخليك غنيت ديك رحم يا رسول الله وكملتها، وهي نتقت مرة قلت الله يخليك زيديني شي ديسك ديال مدح رسول الله والله نتكلم. تنقول الغادي الرسول الله، الغادي السيد النبي، الغادي السيد النبي، الغادي الرسول الله، في الميلود خلق النبي، في الميلود خلق النبي، الغادي الرسول الله، أويدات أمينة ربات حليمة، الغادي الرسول الله، أبغى يقتلوا الكفار وهرب المنغارة، غادي الرسول الله، أرتيلا دارت حارة، أرتيلا دارت حارة، غادي الرسول الله، يا ربي لا تحرمنا حتى نزورو نبينا، غادي الرسول الله، أدايز على وهران أبناقة والجهر، والغادي رسول الله هدايز على عمان بالناقة واللبان،
من غادي رسم الله أدايز على تناس وزاط وما داير حس من غادي رسم الله عملي وصلنا لكات مرزمت نقا من غادي رسم الله أعشقو يا العيالات وصغرت ويا البنات الغادي رسول الله أم اللي رقبت على جدات ما سريت على البكا الغادي رسول الله أتما طرت قدي شعري وتما تبورش لي الحمي الغادي رسول الله أتما رجمو رجنية هزوني سالو بيا الغادي رسول الله أدخلوني القبارة وحشروني في قبري الغادي رسول الله أداروا عليا الحودي وما لقيت إلا ربي الغادي رسول الله أما لقيت إلا ربي وما لقيت إلا ربي يا ربي اللي حرمنا يا ربي آمين وقمة الإبداع يا ربي ونبغيوه يوقف معنا في ديك الليله الوحدانيه اللي ما فيها غير الله بينا وجميع المشاهدين الكرام. اكيد ما شاء الله عليك قمه الابداع باش نزلوا كلمات يعني في نفس الوقت اللي انت باقا يعني جالسه في وسط حفل ما عليك ما بيك حتى تنشدي اغاني في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام يعني راه قمه الابداع. شنو هما العراقيل اللي لقيتو شنو كنتو كتسمعوا نبغي نعرفها بعدا تقولوا الشيخ الشيخ كنبقى نتسائل انا الا الشيخ فيها وفيها فهمتي الشيخ فيها حنا العهد الجيلانيات عمر زعما شي واحد جرحني ولا قلقني راحتي ولو حتى قال الشيخه و لا الشيخه كلمه عاديه عاديه كنت انا كانوا الشيوخ اللي هما كيديروا واحد المعين وكانوا الشيخات يعني هو لفظ ماشي عيب انه او يتجرح بين اخر بحال دابا غنقول لك واحد الحاجه كنت انا كنت حسس بها كنت ما مجوجاش تنقول هذه كانت عندي فرق في دماغي كنقول انا راه الا بقيت هكا راه اللي شافني ما غيدينيش يقول مرا الشيخه ولا هادي ولا هادي هادي كنت صح ما لقيتوش مضايقات بعدا في الاول فاش خرجتو تخدموا ما لقيتوش المضايقات لقيت التشجيع لقيت الناس لقيت الناس كتفرح بينا خصوصا الحياه الشعبيه كاين تضامن وكاين تكافل الشعبيه وكنخدموا حتى في المدن انا كنخرج اللي عرفت عليك انك زعما قلنا الاحياء الشعبيه فيهم الناس اللي عندهم فيهم الناس اللي ما عندهمش سمعت على لاله فوزيه بنت الزين انها كتعاون اليتامى كتعاون الناس اللي ما عندهمش في المناسبات ملي كيوقف عليها شي واحد كيلقاها شنو ممكن لك تقولي لي على هادشي اش غنقول لك ملي كتجيني شي يتيمه ونخدم تنخدم بسط الثمن وكنقول يا ربي حبيبي انت اللي تخلصني ماشي هي مسكينه وانا مسكين غير نبغي تخلص الله سبحانه الا هو كثير من اي مال غادي يتعطى غادي يخلص سيدي ربي شنو نقولوا لك ما كانش الفنان انساني اذا ماشي فنان ان عندنا الفن هو لصيق بالانسانيه فنان راه اوتوماتيكمون يعني من البديهي انه يكون انساني اذا انت تعاملتي مع جميع الشرائح مع اللي عنده مع اللي ما عندوش تعاملتي مع كل شيء شي مورد شويه في هذا الشيء هذا ديال الفن بحالك يعني واش شويه كي تقدري تصفي به على راسك تصفي اللهم لك الحمد والشكر نصرف على راسي نصرف على وليداتي دابا اذا لاله فوزيه بنت الزين دابا مزوجه عندها وليداتها ياك اذا مزوجه وكاين وليدات زعما يكذب الكاذب اللي يقول لك الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله تنعاون راجلي كنعاون داري كنعاون راسي وليداتي يجي الولد يقول لها ماما بغيت كتاب واش ما تسناش با والله اذا هذا هو الهدف يجي ماما بغيت في المثال نكسي ولدي بشهوتي نمشي نشري اللي بغيت انا راسي كذلك وانت هادشي اللي كنبغي نقولو دائما علاش المراه كتخرج لسوق الشغل يعني ماشي حيت هي فنانه مبدعه خاصها تعطي ولكن خاصها تعاون هي كتعاون الزوج وكتعاون ماشي غير الزوج والاولاد كتعاون حتى الفرقه الموسيقيه اللي معاها شباب وشابات ونساء اللي كيصرفوا على ديورهم. الفنانه فوزيه بن الزين يعني كتعاني من مرض
السرطان. شنو يمكن تقولي ليا على افتراض المرض ديالك؟ افتراض المرض الوقت اللي جا المرض، المهم نقول لك جريت وجريت، جريت وجريت وعييت وتهديت، الحمد لله ونعم بالله، ربي عطانا شي حاجة زوينة عجبتنا، عطانا شي حاجة قبيحة ما تعجبناش خاصها تعجبنا، وانا مفتخرة بيه، وانا كنعاني وكنفتخر بيه بحالات حتى ولو نكون في شي حفلة ونبغي نجبد حتى على راسي شي حوار تنبين انا مريضة الحمد لله وكنفتخر. لا انا دابا ملي ولا نمشي للخدمة ما كنعتبرش راسي مريضة ولا شي حاجة، والو ربي تبارك وتعالى عطيني القوة باش غادي ننشط هاد الناس، باش غادي نرضي هاد الناس، وفي نفس الوقت يعني غتنشطهم وترضيهم وغديري حتى مصروف باش تقاومي داك مرض السرطان ودوك دوك ما يتشردوش حتى دوك النساء اللي معاك. انا ملي كنمشي للطبيب تنقول مريض، ملي تنخرج على باب الطب ما كنقولش مريض الحمد لله صافي، تنوض كنقضي بيدي كنخرج كان هذا حتى واخا ما كنصبر عيانه كندير هذا الجهد وكنوقف نقاردي وليداتي نوجد وليداتي نقابل داري نخرج نتسخر الحمد لله. وكلمة أخيرة لالا فوزية بن زين تبغي تقولها للجمهور الكريم اللي تابعنا واستمتع معنا وكانت أمسية معك رائعة. ما يديرش المرض في الطباخ ديالو، يحيدو وما يبقاش يقول أنا غنموت ولا أنا ما كيقتل، سبحان الله وغير العمر والله سبحانه له. ورسالتك الفنية؟ ورسالتي الفنية أنا معجبة بالناس وأنا فرحانة بالناس. فين باغي الفن يوصل ديالك؟ باغي يوصل عند الناس الطيبين والناس اللي كيعرفوا بقيمة السوسي